السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيز المشاهد. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقك ويطول بعمرك على طاعة الرحمن ويسعد هذا الوجه بعد قلبي. قبل أن نبدأ الفيديو يا جماعة الخير، لا تنسون اللايك والاشتراك. لعبة رايديشن الجزء الرابع زي ما تعودنا بنبدأ مع بعض، وإن شاء الله أن ما ننجلط، إن شاء الله يكون سهل يعني الطور. طيب يا جماعة، لعبة رايديشن الجزء الخامس بإذن الله راح تلعبون اللعبة كلكم وكل الأجزاء اللي لعبتها أنا، وغير كذا هي ألعاب خاصة فيكم أنتم أنا ما لعبتها، راح تلعبونها أنتم تحملونها. متى يا رايد وكيف؟ المقطع الجاي راح أعلمكم جميع التفاصيل وإن شاء الله استمتعون. أودي طول عليكم، بسم الله نبدأ. بسم الله على بركة الرحمن ويا رب يا كريم. طور القصة حلو، رسبكت في الموضوع يا جماعة. الآن رسبكت يعني إيش؟ يعني دربحة، يعني وشو؟ يعني إزعاج. الله المستعان. أوه في حلقة خامسة سادسة سابعة ثامنة، ألو 13 حلقة رايديشن، والله أني حسب إنه خمسة ستة. طيب بسم الله، يلا يا كريم. صار الحلقة الأولى صار فواز، فواز صح؟ يا فواز هتدع رائد يهرب منك. الله يا الله، فواز لاحقني بالتأكيد، أنا زبنت من فواز صح؟ طبيت برسبكت فواز، لقد هرب ابو عبير. طيب حلو، عطى دربحة، حلو دق تحية دربحة. ايش فيه؟ رسبكت رحب بكم. ابلش ابلش والله هالبلشة، صوت رمي والله رسبكت. اوه نقصي طويلة، حلو. طيب مالي انقز الان، انقز بسم الله. هذه وش قنبلة؟ قنبلة نجرب. طيب انت تدري يا رايد انه قنبلة بعد اللعبة؟ ليش يرتفضطي؟ لا ما يرتفضطي، اول لعبة لا ان شاء الله. حلو اطيح ولا انقز؟ حلو حلو حلو، قنبلة انقز، دربحة دربحة الدرابح بسم الله. يا الله، اي والله اشترك عزيزي المشاهد، اذا انت تشوف الحلقة الان اشترك. اسمع دربحة شوف، ها اتعبها يلا ها. والله ما راح يوقف، ما راح يوقف. طيب بسم الله، هذه لازم ننقز بسم الله. طيب خلي يقرب عشان ننقز النقزة. الحمد لله حفظنا النقطة هذه. هي رشاش، طيب كيف؟ السلام عليكم، مساك الله بالخير يا دربحة، مساك الله بالخير يا دربحة. بسم الله الحمد لله الحمد لله، عديت عديته عديته. ايش في قنبلة؟ حلو بسم الله. طيب ابلش شو اسوي الحين؟ انقز اصبر انقز. حلو يا عيال، توترت يا ساتر، الكثير من دربحة. انقز الحمد لله.
طيب وش اسوي الحين؟ اخترق. طيب بسرعة، بسم الله بسم الله، انقز. بسم الله بسم الله بسم الله يا كثرهم. طيب بعدين؟ يا ساتر يا دربحة. تعال بسم الله بسم الله. اوه يا جماعة كثير والله، والله كثير كذا، بس ماشي الحمد لله، اموري طيبة يعني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ايش في بعد؟ هذا كيف شغله؟ يبي لي كهرباء، يبي لي اروح هنا. طيب بسم الله بسم الله، احذر غضب دربحة. لا دربحة طيب ان شاء الله ما يغضب. يا رب يا رب يا رب، وين المند؟ وين وداني؟ اشوه قريب مو بعيد. اشوه احنا شو اسوي هنا؟ بسم الله. انقز، يبي لي مفتاح الحين، شو اسوي؟ انزل. انفجرت القنبلة، ما عليه يعني الحين ما في قنبلة، الآن ما في قنبلة، أنا مروق أموري طيبة جدا، أنا ماني معصب أصلا، عادي 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 عادي، الأمور طيبة. دربعة حبيبي، دربعة حبيبي، الله يسعدك يا دربعة. بسم الله. لا أطيها. حلو. يس. أوه بس أخذت المفتاح، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أخذت المفتاح. الحين أروح للباب اللي فوق. بسم الله يا رب يا كريم. لا 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 يا رايد، لا لا تستعجل يا أخي. انقز الحين على طول، أطلق انقز. يا سلام الحمد لله. اضغط إيه للتفعيل. حلو الحين وين أروح؟ استغفر الله العظيم. طيب انا وش فعلت؟ ايوه الحمد لله فعلت هذه. اوه ارقى، قسم بالله ممتاز الى الان اموري طيبه. طيب هنا يبي له ايش؟ يبي له شيء ايه؟ ثلاث اشياء، هذا الاول. حلو يبي له شيئين. طيب بسم الله. ايه دربح كل ما يكبر عيال. استغفر الله استغفر الله، شلون اسويها ذي؟ اول شيء انا اصير هنا، وجهي هنا، هو رايح انا انقز. يا سلام يا رايد، انقز 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 رايد. هذه الثاني، شيء ثاني، انقز 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 انقز. حلو ما تخوفني ما تخوفني يا رب يا كريم. الحمد لله. سريع 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 سريع. يا كثروا يا كثر دربه يا كثروا. استغفر الله العظيم يا رب. إيه هنا بقى 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 ايش اسمه، المفك مفك، بس انقز هنا. اشترك. وترني وترني ورب البيت وترني وترني. وين 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 يوقف هو؟ لازم اعرف وين يوقف. اخ يا ابو الدرابح. ايوه هو كذا، بعدين يجي من هنا. انقز. عرفت الوزنية، ورب الكعبة اني عرفت الوزنية، عرفت. واو واو. ما راح يجيني ما راح يجيني ما راح يجيني، عرفت الوزنية. انقز الحين. طيب هذا شو يسوي؟ بغيت اطب، بغيت اطب وجهه. وين ينقز؟ بسم الله الحمد لله. ايش فيني مت؟ ايش فيني؟ ليه مت؟ الله العظيم استغفر الله. يا جماعه ارتفع ضغطي اقسم بالله العظيم. ايه تمثلون ترى في ايديت، في اثمان الايديت يسوي ايديت انه خلصت بسرعه. لا لا ما خلصت، طولت طولت. بسم الله يا رب يا رب. اطلقوا انقز مع الطلقات، ووقف هنا. لا وقف هنا.
أوه ما أقدر أصبر. لا والله ما أقدر أصبر. مت كثير والله كثير. لازم بريك 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 وجيكم بريك وجيكم. باك عدنا لكم يا جماعة مروقين الحمد لله. يعني يذبحني يذبحني ذبحة رقم 72 عادي عادي. أمسك وجهك المثلث. بسم الله رب يا رب يا رب يا رب يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. قضيت على الحسن العبقى فالورد تضوى تنقى سن يا رب لنا الخلقى. أوه يا رب هذه اللي بتضبط. يا رب لك الحمد. استنى شوي ليكون ما انقز مع النقزة. ها النقزة شكي ما انقز معه. استغفر الله العظيم واتوب الي. استغفر الله العظيم واتوب الي. اللهم صل على محمد. أغفر الله يا رب يا كريم. الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب. والله العظيم اني تعبت نفسيا وجسديا وإزعاجيا. الحين العكس. خلاص ما بيكم ما بي. مفروض اذبح نفسي من اول. يلا صلحته. ايش انا سوق انا سوق. بسم الله. طيب الموني الموني. طيب فوق تحت فوق تحت. اللفه مو بسريعه مره يعني شوي. حلو وزن. هاي تطير تحت كذا. يا سلام حلو. وزنيتي صح. رايد ماشي صح. رايد ماشي صح. ورب الكعبة ماشي صح. ماشي صح. الحمد لله. لا مو فوق. رب الكعبة ماشي صح. يا رب لك الحمد. دخت دخت. تكفى خلصي دخت. ورب الكعبة دخت. الحمد لله الحمد لله. والله اني دخت. ابو عبير نفس. يربح الوضع. خرج عن السيطرة ورايد الان يملك طائرة. نفس ابو عبير. حيو حيو ما في زيه. ايش بو؟ لا 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 وش ذا الزر؟ ايقاف دربح الكبير. ايقاف دربح الكبير. لا 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 مفروض خلصت. والله مفروض خلصت اللعبة. أحس ماني جاهز. وش ذا فات عنب حتى هو نايم يقول اشترك. حتى دربع هو نايم يشترك. اشترك. اسلم. هذا وجهي ذا وشلون؟ اللي بالكوكب كلهم سمعوا. وانا بطيارتي. لا لا يكون عاد يصير. ايش على طول اغمى. انا ما عندي على طول اغمى علي. لا 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 دربها ياكلني مشفح. للي وعادل وفواز ما كلوني. تاكلني انت. اشترك ولا بفجر يا عزيزي المشاهد. طيب ايش صار؟ سيارتي خربت.
ايش فيه؟ حلم طلع. لا ابلس ابلس لا يا عيال ابلس وجه حبوب حبوب وجه حبيب يا صح وجه ابلس يعني بيفزعل ان شاء الله ان شاء الله مو ضدي لانه وجه مو وجه وحش. لا بكمل الحين والله اني بكمل يا اخي تكفى بكمل الله يرحم والديك. شوف جسم عادل هذه الجيمات في رمضان. من هنا يا جماعة الخير وصلنا لنهاية الفيديو والله يعطيكم العافية إن شاء الله استمتعتوا ولا تنسوا اللايك والاشتراك وزي ما قلت لكم بإذن الله الحلقة الجاية راح تلعبون أنتم لعبة رايديشن بالأطوار اللي لعبتها أنا وأطوار خاصة فيكم أنتم تلعبونها وتختمونها وين يا رايد شلون الحلقة الجاية أعلمكم الله يوفقكم ويعطيكم العافية.